أنا لنّب احترافي قالوا عني هاكر، هذا ثبات للجمهور إنه الاحتراف دقري، هذا ثبات للجمهور إنه ليمي فلّي الصخر، هذا ثبات للجمهور أنا الجمهور أي فخر. ليش مضغوط منا لعبة؟ لأن ما تقدر تلعب مثلي ولا ما تتجرأ تواجهني وتحاربني؟ يلا ديبي ماسك بيدي من هوبيكم راح يطلع لي دقري لما يلعب، يعني ما حد يبقى عايش دايما أنا داخل السيفر انسى بالله التقايش. يسأل كلمة الوقف ضدي راح يقلك هذا الموت، راح يقلك لعبة فاني، حسسني كأني بوت، حسسني لاعب نوب وهاللعبة مو مكاني. مرة منه ردت أشرد لكن ما أدري منين جاني، ومرة ردت قلت له بس بسرعة مني فات، حسسني جاي يقول لي ارجع العب ماينكرافت. دقري لما يلعب يعني ما حد يبقى عايش دايما أنا داخل السيفر انسى بالله التقايش. يسأل كلمة الوقف ضدي راح